معركة الساحل الغربي تمضي قدما، لكن معركة كهذه لا تسلك خط الساحل فقط، بل تتوسع في العمق الجغرافي مستهدفة التجمعات العسكرية الرئيسية للإنقلابيين. إحدى أهم هذه التجمعات معسكر خالد، الثكنة العسكرية الأكبر من نوعها في محافظة تعز. على بعد 40 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة المخا يتواجد هذا المعسكر الذي يحتل موقعاً محورياً تتفرع منه المسالك إلى الجبهات المشتعلة في الشرق من منطقة باب المندب، وبالتحديد في موزع والوازعية وكهبوب، بالإضافة إلى تحكمه بالخط الواصل بين مدينتي تعز والحديدة. في هذه الأثناء يتواجد الجيش الوطني على مشارف المعسكر ويفرض عليه سيطرة عسكرية من الناحية الغربية، وتدور اشتباكات فيما يتواصل قصف الجيش للمعسكر وللمواقع المتواجدة في محيطه. بمختلف أنواع الأسلحة يجري التعامل مع المتمردين في معسكر خالد، وضربات موجعة يوجهها الجيش على من تبقى من هؤلاء المتمردين الذين يتحصنون في منشآته، وسط توقعات بأن ينجز الجيش أهدافه كاملة ويسيطر على هذا المعسكر خلال الساعات المقبلة. يأتي ذلك فيما يواصل طيران التحالف العربي تنفيذ غارات مركزة على المعسكر. أظهرت الصور الجوية الأولية حجم الأضرار البالغة التي لحقت بمنشآته. إنها المعركة الأهم التي يخوضها الجيش الوطني لتأمين مدينة المخا، معركة يرى المراقبون أنها قد تحدد بشكل نهائي مصير الإنقلابيين في محافظة تعز بكاملها. تتحقق أهداف معركة الساحل الغربي من باب المندب إلى المخا وما بعدها من المناطق في محافظة الحديدة، وفيما يفرض الجيش سيطرة عسكرية كاملة على هذه المنطقة تتواصل جهوده لتصفية الألغام الأرضية التركة الأكثر سوءاً التي خلفها الانقلابيون في كل مكان مروا فيه من هذه المناطق.